عندنا خبر بيقول ان في اتجاه او حديث مع الكابتن ناجي من قبل المسؤولين في اتحاد الكره لتجديد تكليفه مدربا لحراس المرمى، هل ترغب في الاستمرار ولا لا ومدى دقه هذا الخبر؟ هو طبعا ان انا اكمل في المنتخب ده تكليف، يعني مش تشريف، يعني تكليف ان انت تبقى في منتخب بلدك ده مش مناقشه، يعني حتى لو عندي عروض، حتى لو عندي شغل. لكن لحد دلوقتي لازم يبقى في مدير فني في الاول، وبعدين المدير الفني ممكن يكون جايب جهاز معاه او لا، او ممكن الاتحاد يكون مقرر انه هيبقى في حد جديد. يعني لا، مفيش لحد دلوقتي اي حاجه بشكل رسمي او بشكل تكليف بشكل رسمي، لكن الحمد لله انا راضي تماما عن الفكره اللي انا قضيتها مع المنتخب. 3 سنين من اعظم ما يكون. أدينا دورنا كلنا كجهاز فني، والحمد لله يعني حققنا المطلوب مننا بشكل جيد. أتمنى الفترة الجاية لمنتخب مصر بمجموعة اللعيبة الرائعين الموجودين، اتحاد الكورة ما بيتأخرش في أي حاجة بصراحة، ما بيتأخرش علينا في أي حاجة، كل اللي إحنا عايزينه كان يعني زي ما بيقولوا كل اللي مطلوب عملوه، نشكرهم على الفترة اللي فاتت. أما بالنسبة لي لو كان في تجديد فطبعا يبقى ده تجديد. كابتن ناجي فنيا راضي عن مستوى الحراس اللي توليت تدريبهم ومستواهم والارتفاع بمستواهم ومشاركاتهم مع المنتخب خلال السنوات الماضيه، راضي عن التجربه فنيا ولا لا؟ الحمد لله، يعني انا خلال ال3 سنين ونص ما عندناش مشكله يعني في المباراه، يعني بحارس او مع ان كان عندنا عثرات كتير، وافريقيا كان عندنا اصابتين مره واحده، لكن الناس ادت ادوارها بشكل جيد، وانا راضي تماما عن كل الحراس اللي انا اشتغلت معاهم وضمتهم للمنتخب. طيب كابتن ناجي، رايك في المستوى اللي وصلت بيه طبعا مع الجهاز الفني بشكل عام لحارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي، واللي الكل اشاد بيه خلال مشاركته في كاس العالم، وتوقعاتك لاداء الشناوي ومستوى حراس المرمى في الاهلي بشكل عام في الفتره الجايه؟ النادي الاهلي الحمد لله عنده يعني حارسين كبار وحارس واعد كمان، انا طبعا كنت بحترمه جدا وبضمه كمان للمنتخب علي لطفي، طبعا في كابتن اكرامي ومحمد الشناوي حارسين كبار جدا. محمد الشناوي اثبت للعالم كله انه حارس بقيمه عالميه. شريف اكرامي كان عنده شويه عثرات الفتره الاخرانيه، لكن انا ثقتي فيه لا تقل ابدا عن ثقتي بمحمد الشناوي، بل بالعكس حارس عنده خبرات كبيره وحارس يقدر يعني يشيل النادي الاهلي ويشيل منتخب مصر. حارسين كبار جدا محمد الشناوي وشريف اكرامي، معاهم حارس كبير جدا علي لطفي، عنده يعني كل المقومات والمميزات بتاع الحارس ده ويجيب. طيب كابتن ناجي، يعني تفتكر حسب كلامك ومن خلال معرفتك بقدراته فنيا وبدنيا كحارس مرمى سواء في الاهلي او المنتخب، ان هيبقى في منافسه شريفه لصالح الفريق بين الشناوي وشريف اكرامي في الفتره الجايه، وان شريف ممكن يعود بقوه للمنافسه لصالح الفريق ولصالح مستوى الفريق مع الشناوي بعد الارتفاع الكبير اللي شفناه والثقه الكبيره اللي اكتسبها الشناوي في الفتره اللي فاتت؟ طبعا، وده مطلوب جدا. النادي الاهلي نادي كبير، يعني يستوعب حارس واثنين وثلاثه والموسم طويل والبطولات كتير، فلازم يكون في حارس واثنين وثلاثه جاهزين، ان هم موجودين بالفعل. اتمنى الكابتن مصطفى كمال مدربهم التوفيق، يعني شخص رائع ومدرب رائع، ان شاء الله يكون النتائج كمان تبقى يعني مستوى، وان شاء الله النادي الاهلي يحقق كل اهداف السنه ان شاء الله. كابتن طارق سليم رحمه الله، يعني بنحتفي بذكرى اليوم وغدا بنحتفي بذكرى ميلاده وذكرى وفاته، قل لنا من تجارب التعامل طبعا خلال تواجدك لسنوات طويلة داخل النادي الأهلي، ما تتذكره دائما أبدا عن الراحل الكبير الكابتن طارق سليم؟ أنا هقول كلمتين يعني بس، هم عنوان الكابتن طارق سليم: أبو الرجالة. أبو الرجالة، اللي تقدر تركن عليه، اللي تقدر تسند عليه، اللي تقدر تطرحه، اللي تقدر تتكلم معاه في أي حاجة، في الخجل يقدر يقول لك وشك اخطائك، يقدر يقول لك وشك بدون مجامله ولا اي حاجه، يعني شخص واضح وشخص كبير. وانا هتكلم على طارق سليم، يعني صالح سليم، يعني تعب وقفش سليم، رموز النادي الاهلي. بشكرك جدا المشاركة معنا يا كابتن ناجي، نتمنى تكون موفق في عملية التكليف الفترة الجاية. لو أعاد اتحاد الكرة تكليفك طبعا أنت محل ثقة من الجميع، والكل بيتحدث دائما أبدا عن أنك